أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة صوت العراق، ونقرأ منها مقالا بعنوان بعثت يونامي في العراق حسابات الربح والخسارة للكاتب سمير داود حنوش. تقرير بلاسخارت الأخير الذي رسم صورة متشائمة حين كتب بين سطوره أن الهجمات المستمرة التي تنطلق من داخل الحدود العراقية وخارجها من شأنها أن تؤدي إلى تقويض الاستقرار الذي تحقق بعد جهد في البلاد، مما يؤشر إلى أن يدفع بمجلس الأمن إلى تجديد تفويض بلاسخارت وبعثتها للعمل في العراق بنفس الشكل الذي تعمل عليه منذ عقدين، مما يجعل لبعثة اليونامي سندا قانونيا للعب دور أكبر في الوضع السياسي في العراق الذي تتواجد على أرضه وتعادل دبلوماسيا مرتبة السفارات بين دول العالم، ويكون تمثيلها الدبلوماسي كما في ممثلية الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وغيرها من الممثليات. نتابع. تعمق تدخل بعثة يونامي في الشأن العراقي مع ازدياد الانسداد السياسي والدستوري وفي ظل تعثر النظام السياسي، في حين يراها البعض أن وجودها غير قانوني وينتقص من الحق السيادي للبلد، على اعتبار أنها أنشئت عام 2003 دون طلب من العراق في ظل احتلال الأمريكي، وكان من الواجب انتهاء مهمة البعثة بعد خروج العراق من الوصاية الدولية تحت طائلة البند السابع الذي فرض بعد حرب الخليج الثانية عام 1991. مؤخراً كشف تحقيق أجرته صحيفة الغارديان البريطانية عن حجم التغول في فساد المنظومة الأممية، حين ذكر أن الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة في العراق يطالبون برشا وإتاوات لمساعدة رجال الأعمال في الفوز بعقود في مشاريع إعادة الإعمار بعد الحرب في العراق، حيث تصل نسب الرشا التي يطالب بها هؤلاء إلى 15% من قيمة العقود حسب زعم الصحيفة، وتؤكد أن تلك العمولات هي واحدة من مزاعم الفساد وسوء الإدارة التي كشف عنها في مرفق التمويل لتحقيق الاستقرار، وهو مخطط لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي جرى إطلاقه في عام 2015 وبقيمة 1.5 مليار دولار من أكثر من 30 جهة مانحة، مما يثبت أن تلك المنظمة تغذي ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي بعد عام 2003. إلى صحيفة كتابات، ونقرأ منها مقالا بعنوان لا سيادة بقيت ولا ديمقراطية تحققت وحتى أحلامنا قتلت للكاتب طارق الجبوري. يقول الكاتب: لقد حاول سياسي الصدفة ممن نصبهم المحتل، حاولوا إيهامنا بأن الانتخابات هي قمة الديمقراطية، بالإضافة إلى أحاديثهم الفارغة عن حرية المواطن للتعبير عن رأيه، وهم أكثر الناس دراية بما يحصل من تزوير وتلاعب وشراء ذمم ومناصب عند كل عملية انتخابية، إضافة إلى عدم تكافؤ الفرص وعدم عدالتها في الدعاية الانتخابية، فلم يتم تحديد سقف للمبالغ التي يمكن أن يوظفها كل مرشح لدعايته، ما يعني حصول الأحزاب التي تمتلك السلطة والمال والقوة على فرص أكبر بكثير من المرشح المستقل. أما عن حرية التعبير في العراق، فكلنا شاهد على ما حصل ويحصل من انتهاكات للناشطين، وما حصل لشباب تشرين من قتل وتعذيب وتغييب، وهو دليل صارخ على زيف ما يدعونه من ديمقراطية. نتابع. بعد أكثر من 20 عاما من الفوضى اللاخلاقة، يعيش المواطن حالة صدمة كبيرة وهو يرى ما آلت إليه أوضاع العراق من تدهور وخراب ومآس لا حد لها منذ الاحتلال البغيض في 2003 وإلى الآن. وباختصار، بعد كل تلك السنوات العجاف لا سيادة بقيت ولا ديمقراطية تحققت، وفقدنا أبسط أحلامنا حتى بعيش كريم لائق.
والمضحك المبكي حد المرارة والقهر أن سياسيي الصدفة ومعهم زمر المطبلين المنتفعين يتحدثون بعد كل اعتداء على مدن العراق عن انتهاك السيادة، وكأنهم يجهلون أن عراق ما بعد الاحتلال صار ساحة صراع بالنيابة لكل طرف دولي أو جار طامع، فضاعت أبسط مقومات السيادة التي قيضها هم أي أحزاب السلطة ورموزها مع المحتل الذي سلمهم السلطة وهو يدرك أنهم ليسوا أهلا لها. تحدث التقرير لمنظمة الهجرة الدولية عن أوضاع عوائل نازحة وعائدة من مناطق متعددة من محافظة صلاح الدين والتقدم الحاصل في إيجاد حلول مستدامة لتحديات تواجه عوائل متضررة في سبيل استقرارها من توفير ظروف معيشية أفضل وسكن لائق وخدمات من مياه نقية ورعاية صحية وتحقيق اندماج اجتماعي بالنسبة لعوائل عائدة، وذلك في كل من مركز سامراء ومركز تكريت ومركز الشرقاط وقضاء المعتصم ويثرب. إذ جاء في تقرير المنظمة الدولية الذي نشر تحت عنوان تقدم نحو حلول مستدامة في محافظة صلاح الدين أن جزءاً كبيراً من العوائل المتضررة عانت من تجارب نزوح متكررة، وتظهر استنتاجات البحث أن عدد مناطق النزوح ونجاح جهود العودة إنما تشكل بتشكل عوامل جوهرية تؤثر على التقدم المتحقق في توفير حلول وعلاجات للعوائل النازحة من أجل إنهاء هذه الأزمة. نتابع. من بين التحديات المؤشرة التي حددها التقرير هو ظروف السكن وموافقات العودة، حيث أشارت المنظمة الدولية إلى أن أغلب العوائل المتضررة في محافظة صلاح الدين من النازحين تعيش في بيئة سكنية حرجة مثل بيوت محطمة وضعها سيء أو بيوت طينية أو من حجر بلوك وخيام، وغالباً ما تكون ظروف المعيشة في هكذا أماكن غير لائقة، حيث تكون مكتظة مع صعوبة الحصول على مياه صالحة للشرب ونقص في منشآت البنى التحتية الخدمية المتمثلة بالصرف الصحي، فضلاً عن افتقار العوائل لوثائق إثبات ملكية قانونية أو عقود إيجار صحيحة، مما يشكل عوائق أمام هذه العوائل قد تؤدي إلى إبعادهم. ومن التحديات الأخرى التي تواجه العوائل النازحة والسعي لإيجاد حلول لها هو ضعف الدخل المالي للعائلة وعدم قدرتها على تحمل نفقات إضافية على احتياجاتها الأساسية. هناك تحد آخر يتمثل بالأمان وحرية التنقل، حيث أن أغلب العوائل النازحة تشعر بالأمان، ولكن هناك عوائل تعاني من تضييق في التنقل لافتقارها إلى هويات ثبوتية. وإلى موقع عربي 21 ونقرأ منه مقالا للكاتب ساري عرابي بعنوان التعزيز العربي للصمود الإسرائيلي. وصف الموقف العربي الرسمي بالتخاذل أو المتخاذل في بداية هذه الحرب، لأن هذا الوصف أدنى من أن يكشف عن حقيقة ذلك الموقف الذي يتسم بالتواطؤ الكامل ومنح الوقت لإسرائيل لتصفية حركة حماس ولو بطحن عشرات آلاف الفلسطينيين قتلا وتشريدا وتجويعا، وذلك ليس لأن هذه الحركة تنتمي لما يعرف بالإسلام السياسي الذي يتخذه هذا النظام الإقليمي العربي عدوا وحيدا، ولكن لأن هذه الحركة في هذه اللحظة هي الأكثر قدرة على استعادة مكانة القضية الفلسطينية المزعجة لهذا النظام الذي اعتقد أنه تماسخ نهائيا، ليبدأ بترسيم موقعه في الخندق الإسرائيلي في المنطقة. نتابع. لم يعد بالإمكان الوقوف عند تخوم هذا التفسير للموقف العربي، والذي امتنع حتى عن إفادة نفسه من الحرب بأن يعزز من نفوذه إقليمياً ودولياً ويجدد شرعيته الشعبية بإجراءات أحسن حالاً في معارضة العدوان الإسرائيلي، إلا أن ذلك الامتناع لم يدل فحسب على موقع النظام العربي الذيلي من السياسات الأمريكية، مما يجعله ملحقاً بالمصالح الإسرائيلية في المنطقة، ولكنه يدل أيضاً على مستويات الانحدار الأخلاقي الذاهب بعيداً في عمق هذا النظام،
على الأقل في العقدين الأخيرين. لم يعد الأمر الآن امتناعاً عن سحب السفراء أو تباطؤاً في عقد قمة طارئة أو إحجاماً عن تنفيذ قراراتها كإدخال المساعدات رغماً عن إسرائيل، ولم يعد التواطؤ ظاهراً فقط في إطلاق الخطاب المتصهين للحط من الفلسطيني والانتصار للمعركة الإسرائيلية، ولكنه الآن ينتقل من الإحجام عن نصرة الفلسطيني ولو برغيف الخبز وحبة الدواء إلى تعزيز إسرائيل اقتصاداً ومجتمعاً وجيشاً بكسر الحصار البحري عنها وتوفير البدائل لخطوط تجارتها ودعم مجتمعها بالموارد الغذائية. ومن غير المستبعد أن مساعدات أكثر فتكاً تأتي من القواعد الأمريكية والأوروبية في البلاد العربية إلى إسرائيل، كما ذكرت أنباء في أوقات سابقة من هذه الحرب. نشر الصحفي الفرنسي ألان غريش مقالاً في موقع أوريان 21 المحلي، أشار فيه إلى تواطؤ الإعلام الغربي في الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المصطلحات المستخدمة إعلامياً تبرر لإسرائيل جرائمها. وقال غريش إنه مر وقت ليس ببعيد عندما لم تكن وسائل الإعلام الغربية خجولة إلى هذا الحد. لم يمتنع أحد عن إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، ولم يكن يخطر ببال أحد أن يستخدم أو يستخدم مصطلح العملية الروسية الخاصة إلا على سبيل السخرية. نتابع. الصحف الغربية تستخدم تعابير مختلفة، لكن حماس توصف دائماً تقريباً بأنها منظمة إرهابية، في حين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فقط تعتبرها كذلك، ما يعفي إسرائيل بشكل مسبق من جميع جرائمها. وإذا كانت تواجه الشر المطلق فكل شيء مباح، أليس كذلك؟ وتابع بأنه في هذه الأثناء فإن الخطاب العنصري المخزي الذي يقترب من التحريض على الكراهية أو العنف والذي يستهدف أولئك الذين ينتقدون الجيش الإسرائيلي يمر مرور الكرام عملياً، ناهيك عن الشكوك التي تحيط بالصحفيين العنصريين المذنبين بالطائفية عندما يقدمون وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر الاحتلال. ولفت إلى أن المجال الصحفي لم يحتج على مقتل 109 صحفيين فلسطينيين، وهو رقم لم يسبق له مثيل في أي صراع حديث. لو كان هؤلاء المراسلون أوروبيين ما الذي لم نكن لنسمعه؟ وأشار غريش إلى أنه للمرة الأولى تحدث إبادة جماعية على الهواء مباشرة على بعض القنوات الإخبارية أو شبكات التواصل الاجتماعي وفي الوقت نفسه. من المثير للقلق أن نلاحظ مدى سهولة دفع هذه المذبحة تدريجياً من الصفحات الأولى لصحفنا ومن افتتاحيات نشراتنا الإخبارية التلفزيونية لتصبح موضوعاً ثانوياً. الرسوم الكاريكاتورية، الوجه الآخر لحرية التعبير. الآن وصلت القضية إلى خبزتنا، قضاء المشخاب معروف على صعيد العراق وللعالم، بل العالم كله.
إلى موقع وكالة الأناضول ونقرأ منها تقريرا مصورا حول معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة من ندرة وشح المياه الصالحة للشرب من جراء الحصار الخانق المفروض على القطاع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع تواصل الحرب الإسرائيلية لليوم 113 في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. على سبيل المثال، يضطر الأهالي للانتظار في طوابير طويلة ولساعات ممتدة من أجل الحصول على حصص محدودة جدا من المياه الصالحة للشرب، كما يتعمد الجيش الإسرائيلي تدمير كل شيء في قطاع غزة ويستهدف بشكل كبير المرافق الخدمية والحيوية بما فيها محطات تحلية وضخ المياه وكل مكونات البنية التحتية، مخلفا دمارا وظروفا معيشية صعبة. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. Allow anybody to take away our legacy. We will not allow anyone to infringe on our brand or our taglines. We will not allow anyone to associate their brands and create public confusion, which we call unfair competition. So it is just for public knowledge. We don't want public to be misled by false misrepresentations. Butter chicken and dal makhani are dishes which were invented in a restaurant called Moti Mahal. And this Moti Mahal restaurant was founded by three partners, and Mr. Kundala Jaggi was one of the co-founders of that restaurant. And that is why we use this name. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.